بيحضروا معنا هذا المساء الأستاذ عبد الكريم برشيد فنان مسرحي. الهيب هوب مش ديالك، مش روق. الأستاذ برشيد عليه إقبال، ولكن هذاك تسمى تهريب ثقافي، بحال كنجيبوا من سبتهم ليليا بضاعة خارج إطار القانون وبضاعة مستهلكة فقدت مدة الصلاحية ومضرة للصحة النفسية والبدنية ولذلك علاش حنا عندنا هاد الدولة التي لا تحمينا؟ ولماذا عندنا هاد الديوانة؟ شوف اسمع الكلاخ كيخلع عن بالك بشلة وارجع والإيقاع طلع وكسكاس يقدر يتفرقع نفخوا فيه بالبخ ورقيه عمره مزيان بالتهلال والسبان وشعلوا فيه شعلوا فيه العافية ما تلعبش بالعافية كبير عليك وعليا كحرب ثقافية حرب ثقافية